السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عايز أرسم زون بروح للزون تولز، تبدأ تفعل معايا، هتلاقي إن هو مش هينفع يشتغل غير لما يكون في شكل مغلق. فهنروح للوول وأبدأ أقول له إن أنا عايز أرسم وول، فبختار نوع الوول وبختار اللير اللي هيبقى موجود عليها، بقول له هنا ممكن إن أنا أرسم شكل خطين وبعد كده ترسم خطين وهكذا، أو شكل يكمل معايا بالشكل دوت. لو من هو يكون شكل مغلق، او ممكن تقول له ان انت عايز مثلا ترسم اول نقطة وتاني نقطة ويرسم لك المستطيل بسهولة زي ما انت شايف. طيب دلوقتي ممكن اقول له ان انا عايز احط زون، او كتب لي الزون دي رقم 5 فلور فينيش والمساحة بتاعتها قد ايه. تعال نروح على زون زي كده اهو نو اوكي. تعال نعمل برضو الزون التانية اهيت اهي. طيب خلينا نعمل الراو مثلا ونبدأ نمسك هنا ونبدأ نحرك الحائط بالشكل دوت، والزون تقدر برضو تحركها هنا اهي، هتلاقي هو اوتوماتيك بيبدأ يعدل الأرقام زي ما انت شايف. ولو جينا نبص على الاختيارات هنا بيقول لك الاسم والرقم، فتقدر تغير كلمة زون وتغير الرقم اللي انت عايزه. وهنا الكاتيجوري ممكن تخليها مثلا اوفيس، فلو احنا رسمنا وول جديدة وقلنا له مثلا الوول ديت اهي، وقلنا له عايزين زون، ممكن من هنا بقى نختار مثلا اوفيس، فيبدأ يعتبرها لي اهيت واداها لون مختلف. ممكن تقول له بقى ان انا مش عايز كلمة زون او الرقم، تعدل فيها. هنا بتقول له انها تبقى من ارتفاع من كام لكام البوتوم والتوب بتاعي. ولو انت عايز تدخل تعدل في الاختيارات فمن الاوبشن بروجكت بريفرنس هنلاقي زون، يبدا يديك اختيارات طريقه الحسابات تبقى عامله ازاي. لو في وول رياكسس تو زون هيتعامل معاه ازاي، لو في ميول هيتعامل معاه ازاي، لو في وول او اعمده موجوده هيبدا يطرحهم من الحساب بتاعت الاريا.